بركاته، كل حاك شو اخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد بلاك اوف 3. بس قبل ما يبدا الفيديو حاب اشكر كمان مره عبد الرحمن صلاح ومحمد الشمري على الانترو الخطير اللي سووه له هو. طبعا قناه عبد الرحمن صلاح في الديسكربشن، شيك عليها. فاليوم بوريكم شيئا متصل بالمية ايش يصير، يعني مو شيء كثير بس الثلاث اشياء دي عدد برسيجر اول بلاك اوف 2 بلاك اوف 1 وورد. بس وإن شاء الله بنجيب معاكم اليوم الدارك ماتر، بنجيبها مع بعض إن شاء الله. هنا 18 الذبحة الشيبة ب 15 مسوق بإذن الله بنجيبها في جيم واحد. الحين بخش بارتي مع أخوياي هارد كور، بإذن الله بنجيب الدارك ماتر في جيم 18 قتلة، يعني سهلة. طبعا بس أوريكم إنه الأسلحة كلها دايموند دايموند. هنا السلاحين النايف دايموند، يعني البستلز كلهم دايموند، سكندري كله دايموند. عندك البي ار ام الشوت جن والسنايبر. والحين ان شاء الله بنخش جيم وبنجيب الدارك ماتر مع بعض باذن الله. يلا هذا الاول البي البي على البي يا رب سبحانه وتعالى تغير بالله. ول 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 ده تحمس على السي على طول ادري عليه استهبل ثلاثة ضدنا والله لا 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 ما مات كل ده ما مات والله عليهم يرهب لا ما تجي دول شباب بالله تعال خذ السي خذ السي يلا معاك كفو بقي لي 50 على الريث انا جبت سيرفس انا جبت ريث والله واحد صعيد جاي تعال تعال بالله تعال مني بالله تاخذوا ليه ولا ايش؟ والله انا بجيلي 4 سي والله يا عيال على الهيتر كفو جبت الراس يا رب كوف مش والله مكتور عند العيال لا لا ايه ولا عندك هيك جبت هيك جبت واحدة هذا طلع ولا مو بقي لي عيال 250 على الراس والله جبت راس جبت راس ياها واحد ضدنا ياها باقي اثنين ضدنا اثنين ما تنسى كويس اما انا اصبت تخلص الله اكبر والله افترس صاحبنا احنا يا الله الله حرام تخبيص عاد عاد اذا طلعوا كمل الجيم اللي بعده والله ما عندي زلاج والله ماني عارف اجيب اكل والله عندي لاج يو غير خمس رصاصات خلص رصاص يا من كثر التلطيش والله خايف اروح ايوه دخل الشعب كفو كفو الحمد لله انا عندي رابس وجاي ربنا بارتي ها يا عمي بارتي ان شاء الله لطشهم اللي ينزل قال لك بارتي كله سكاي 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 كفو 13 باي كم
خمسة كمان. بس خمسة يا لا 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 صح مو خمسة. كان جبت كل البلاد. كان معذبح كمان واحد جبريس. بس نفك شوية. ثلاثين وجبريس. حلو حلو. لا والله. أنا 30 وجبريس. لا تاخذ البي عيال تاخذ البي تنزل تاخذ البي جبت الريس انا لا حرام كفو يلا هيتر يا عيال والله طلطيش والله مره عشان تبوا عيال لا تخشوا ايوه كذا عيال تخش على السبون تخربوه انا انا بالسبون ولع الحول ولع الحول ربك اخوك الجيم هذا كفو جيت فوقتك يا شيخ يا حد عنده في حاجة لا يا عيال معنا رصاص لا الله دارك ماتر يا حبيبي واخيرا واخيرا لا هي هكر الرابس يا عيال عندي هكر الرابس والله انا عندي عندي رابس وريس انا لا يا شيخ حرام يا رامي فجر هذا النور فجر يا عم انا عندي رابس ولبس ريس انا ريس لسه ما حطيته انا حطيته ريس قبل ما تنزل انا عندي رابس لسه بحطه تضرب مين يا عيبي يا اخ والله راحت عليك يا خليل حطيت الاثنين انا لا يا شيخ كنت بكون على الثلاث دابع 0-20 رابع دابع 5-40 ما شاء الله تبارك الله والله انه مسكين يا ولد كفو كفو يا الله تطيش مبروك بدات ماكل الله يبارك فيك اخيرا جبناها بعد عناء وشقاء الله يبارك فيك يا ابو المشاميك كم تحية لا تشترك
يا اخي كلمة حلوة يا اخي. حمك الله. هديدي هديدي مرحبا. يوه. ابو ام الحواس. الله اكبر. وهنا وصلنا لنهاية المقطع شباب، ان شاء الله استفدت من الفيديو. واخيرا جبنا الدارك ماتر بعد عناء طويل، وان جد وجد وان زرع حصد، ومن اخر من المقولات الجميلة. وشكرا على التفاعل على الفيديو اللي فات، على التفاعل في اللايكات والكومنتات، يعطيكم الف عافية. وان شاء الله اللي جاي احسن، واشوفكم على خير. مع السلامة.